انتهى موسم الانديه وبدا موسم المنتخبات، وبما ان موسم المنتخبات ابتدى فكان لازم قهوه التحليل تتحول الى قهوه اليوم. في حلقه النهارده هنتكلم تمهيديا عن البطوله تنظيمها هيبقى عامل ازاي، وايه اقوى المنتخبات، والبطوله هتتلعب فين، وايه نظام الجمهور اللي فيها، وهنتكلم على كل حاجه تخص البطوله قبل ما تبدا، قبل ما نخش في معمعه المجموعات. حلقه النهارده هي اول حلقه في حلقات اليورو اللي نبدا بيها حلقات قهوه اليورو. حطني رقم واحد في الهجاصين. اليورو دي هي النسخة 16 في تاريخ البطولة، وبمناسبة ان البطولة عدى عليها 60 سنة، البطولة السنة دي مش هتلعب في بلد واحدة لأول مرة في التاريخ، لا ده هتلعب في 12 مدينة في أوروبا كلها، وده حدث استثنائي أول مرة يحصل في تاريخ البطولة. البطولة هتبقى 6 مجاميع، هيتاخد منها أول وتاني من كل مجموعة، وأفضل توالد، أفضل 4 توالد في كل مجموعة برضو. والنظام ده أول مرة اتطبق بيه كان في يورو 2016 في فرنسا. المباراة الافتتاحية هتكون ما بين تركيا وإيطاليا في ملعب الأولمبيكو، لكن السيمي فاينل والفاينل هيبقوا في ويمبلي في لندن. بالنسبة للجمهور بتاعت البطولة، البطولة هتبقى جماهير ولكن بنسب معينة لكل مدينة حسب الحكومة اللي تصرح بيه بسبب جائحة كورونا اللي احنا موجودين فيها، فكل بلد او كل مدينة تلاقي فيها البطولة ليها نسبة معينة من الجمهور. يعني مثلا بودابست في المجر هيبقى سعة الاستاد بتاعها 100%، يعني ممكن نلاقي في الاستاد 100,000 متفرج، او في الاستاد الساعة الكاملة يعني للاستاد اللي هيلعب عليه البطولة في مدينة بودابست. في سان بطرسبرج في روسيا وباكو في اذربيجان هيبقى نسبة الجمهور او نسبة حضور الجمهور هي 50% من سعة الاستاد. امستردام وبوخارست وكوبنهاجن وجالاكسو وروما واشبيليا هيبقى النسبة بتاعت الجمهور او نسبة سعة الاستاد اللي هيلعب فيها المباريات هتبقى من 25% ل 33%، وفي لندن لا تقل عن نسبة 25% من سعة الاستاد، وميونيخ هيبقى 22% من سعة الاستاد. اول بطوله لليورو يطبق فيها الفار، واسم الكوره بتاعه اليورو هي اسمها يونيفوريا، والتميمه بتاعه اليورو اسمها سكيلزي. سكيلزي ده الشاب اللي هيبقى تميمه البطوله، هو عباره عن او الفكره بتاع التميمه هي لعب كره الشوارع او مهاره كره الشوارع اللي هيبقى موجود. التميمه دي هتبقى موجوده في الفان زون جنب كل استاد في البطوله، وهيبقى موجود فيها ترقيص ولعب مع الجمهور ومهارات بتاعه كره الشارع، وفكره صايعه بصراحه، صراحة فكرة كويسة جدا من المنظمين بتاعة البطولة لما فكروا ان نعمل حاجة صايعة شبه دي. اقوى مجموعة في البطولة وهي مجموعة تلقب مجموعة الموت، وهي المجموعة السادسة اللي بتضم فرنسا والبرتغال والمانيا والمجر. تعال نتكلم كده بقى في شوية ارقام قياسية عن البطولة. اكتر منتخب كسب البطولة هم المانيا واسبانيا بثلاث مرات، وبالنسبة لالمانيا فالمانيا كانوا حاسبين ليها المانيا الشرقية والمانيا الغربية وكده، فحاسبينها المانيا، فالمانيا واسبانيا هم اكتر فرق خدت البطولة بثلاث مرات. ذاكر ولا بتحلل؟ انا بعمل حلقة عن الدور. واكتر منتخب لعب في البطولة هو منتخب المانيا ب 12 مباراة من اصل 16، بما انه اكتر منتخب لعب في البطولة فاكتر منتخب كسب في البطولة برضه هو المانيا ب 26 ماتش. وايطاليا اكتر منتخب اتعادل في اليورو ب 16 ماتش، والدنمارك وروسيا اكتر فرقين خسروا في اليورو ب 14 مباراة. اكتر لعب مباريات في البطولة هو زي ما خمنت كريستيانو رونالدو ب 21 ماتش، واكتر لاعب مسجل اهداف في البطوله هو برضو كريستيانو رونالدو، ولكن بيشاركوا بلاتيني بتسع اهداف الاثنين، ولكن الفرق بين رونالدو وبين بلاتيني ان رونالدو سجل تسع اهداف في اربع بطولات متتاليه، هما يورو 2004 ويورو 2008 و2012 و2016، عكس بلاتيني اللي هو خد اللي هو تسع اهداف في بطوله واحده بس تقريبا، جاب هاتريكين ورا بعض وثلاث اهداف فخد تسع اهداف في بطولة واحدة. فرونالدو تقريبا على بعد هدف ان يكون اكتر لاعب مسجل في اليورو على مر في يعني في خمس بطولات متتالية، وكمان في الكاسات، كاسات العالم اللي في النص، تقريبا رونالدو داخل ان يكون اكتر لاعب سجل لمنتخبات في التاريخ. اكتر مدرب وقف على الخط في اليورو هو خواكيم لوف ب 17 مباراة كسب منهم 11. اكتر حراس عملوا كلين شيت هم حراس من الزمن الجميل كاسياس وفاندر سار بتسعة كلين شيت. اسبانيا هو المنتخب الوحيد اللي كسب بطولتين متتاليتين ورا بعض،
واقل فريق كسب مباريات وخد البطوله هو المنتخب البرتغالي في يورو 2016 في فرنسا. لعب في البطوله كلها 7 مباريات، قدر يكسب في 4 ماتشات بس وقدر ياخد البطوله. على السنه دي في يورو 2016 البرتغال كان السكواد بتاعه اقل من السنه دي بكتير، وقدر يكسب البطوله من 4 مباريات فوز من اصل 7. السنه دي البرتغال داخل اليورو بالسكواد اعلى، باسماء اكتر، باسماء اعلى، بلعيبه احرف، بسكواد كتير تقيل جدا السنه دي عكس 2016. فممكن البرتغال تعملها تاني وتبقى زي اسبانيا وتاخد 2 يورو ورا بعض. دي اللي هنعرفها في البطوله دي. كانت حلقه سريعه وحلقه خفيفه كده بنمهد بيها البطوله وبنسخن الحلقات الجايه لليورو، الحلقات اللي بنتكلم فيها عن كل مجموعه في اليورو وايه اقوى لاعبين وايه اسوأ لاعبين ومين اللعيبه الغايبه في المنتخبات، وهنتكلم على كل حاجه على المجموعات بتاعه البطوله في الحلقات الجايه ان شاء الله. ودي اول حلقه من حلقات قهوه اليورو نتكلم فيها عن اليورو. وخلونا قبل ما نقفل الحلقه قول لي في الكومنتس 3 منتخبات تتوقع ان هم يكونوا ابطال البطوله. رشح لي 3 منتخبات في الكومنتس يكونوا ابطال البطوله. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وتجيلك الحلقات اول ما تنزل اول باول. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام ده في الديسكربشن تحت، هناك بنتكلم عن حاجات كتير هناك عن اليورو ومعلومات ثانيه وحاجات ثانيه. فانزل تابعوني هناك في تويتر وانستجرام وفيسبوك، وعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.